مين مع حضراتكم حلقة هذا الصباح؟ حلقة النهاردة يوم السبت، وهنبدأ خدمتنا النهاردة بحالة الجو. بيتوقع أو بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون في ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة، والطقس هيكون للأسف شديد الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون مائل الحرارة رطبة على السواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معنا دلوقتي على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذ ايه استاذ محمود، اهلا بيكم يا فندم. يعني خير. واضح كده ان موجه الحر مكمله معانا النهارده، العظمى في القاهره 37. هل ده معناه ان الاسبوع ده هيكون فعلا كله اسبوع شديد الحراره؟ لا يا فندم، احنا قلنا بس النص الاول من الاسبوع هو اللي فيه ارتفاع، والارتفاع ده طفيف في درجه الحراره من درجه لدرجتين. يعني الاجواء الحمد لله مستقره بشكل كبير خلال هذه الفتره. صيف مصر العادي والطبيعي خلال هذا التوقيت من العام، ارتفاعات الرطوبه، درجات الحرارة أعلى من المعدل، ولكن يعني إحنا بنتكلم في درجة أو درجتين مقارنة بالأيام اللي فاتت. أيوه. يعني ما فيش ارتفاعات شديدة زي اللي شفناها في أول أغسطس، واللي استمرت فيه درجات الحرارة لمدة أسبوع بتتجاوز ال 40 درجة مئوية على القاهرة، واللي وصلت ل 43. لا الحمد لله الأجواء مستقرة، درجات الحرارة وإن كانت مرتفعة، فإن شاء الله في النص الثاني من الأسبوع هتنخفض الدرجة والدرجتين اللي هي زادتهم مرة أخرى. محافظات طبعا جنوب مصر، جنوب الصعيد تحديدا، طبيعي برضه في هذا التوقيت من العام انها تتجاوز ال 40 درجه، ولكنها بتصل خلال هذه الايام ما بين 44 و45 درجه مئويه في الظل. فطبعا بالنسبه للمحافظات هنا الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، هذه المناطق طبعا مرتفعه فيها درجات الحراره بشكل ملحوظ، ويجب يكون هناك حذر شديد من التعرض لاشعه الشمس فتره طويله في هذه المناطق. طيب دكتور محمود، يعني انا عارف ان احنا ممكن نستبق شويه، بس بما ان حضرتك بتقول ان هو ده الميعاد الطبيعي وطبعا الاحساس بالرطوبه وما الى ذلك، كان في حديث انا عارف ممكن احنا نكون سابقين ده شويه، ان يعني هيبقى في تغيير قوي جدا في درجات الحراره في خلال الشهر القادم، وان هنحس بشتاء بدري وما الى ذلك. هل ده موجود من ضمن التنبؤات، ولا هتستمر ده كمان ممكن معانا في شهر 9، ولا احنا مستبقين قوي السؤال ده؟ لا هو طبعا لسه بدري على الكلام ده، ولكن احنا بنقول ان شاء الله شهر سبتمبر هيكون برضو درجات الحراره في المعدلات الطبيعيه، وان في الطبيعي بتاع شهر سبتمبر ما فيش شتاء بدري ولا حاجه. الشتاء يا جماعه بيبدا 21 ديسمبر، احنا بنبقى فصل خريف هو اللي بعد فصل الصيف، وده اللي دايما بنحاول نوضحه، ان فصل الخريف بيبقى درجات الحراره فيه معتدله بشكل كبير، وبتسجل فيه افضل درجات حراره على مدار السنه كلها في فصل الخريف. فلا لسه يعني احنا ما نقدرش نقول الشتاء جاي بدري، ولكن يعني بدايه موسم الامطار بتكون في شهر سبتمبر طبعا، والاعتدال في درجات الحراره. طيب دكتور محمود، يمكن فكره الرطوبه هي اللي مخلينا حاسين ان لسه الجو حر جدا، ده معناه ان شهر سبتمبر هتستمر فيه نسبه الرطوبه العاليه؟ طبعا هو عشان بيبقى فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، فبنلاقي في بعض الايام فيها بتبقى شبه فصل الصيف بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبه في طبقات قريبه من سطح الارض بترفع نسبه الرطوبه، وايام اخرى بيتكون منخفضات جويه، لان مع اقتراب فصل الخريف بيبقى في منخفضات جويه بترفع كميات الرطوبه لطبقات الجو العليا وتكون سحب وسقوط امطار وتقلل نسبه الرطوبه على سطح الارض. فيعني هتبقى ايام ما بين كده وكده، ان شاء الله الاجواء هتكون مستقره، مفيش حاجه جايه بدري ولا حاجه، ولا نقول ان الصيف لسه ممتد فتره طويله، لا يعني ان شاء الله هيكون طبيعي لشهر سبتمبر، وتكون درجات الحراره فيه زي ما قلت لحضراتكم حول المعدلات الطبيعيه في معظم الايام، ويكون بقى موسم سقوط الامطار ان شاء الله على المناطق الشماليه للبلاد ان شاء الله. طيب اخيرا يا دكتور، لو درجات الحراره بقى المتوقعه خصوصا في القاهره الكبرى والاسكندريه و عواصم المدن، لو حضرتك تقول لنا برضو هل في مكان معين، مدينة معينة الناس تاخد بالها منها، هيزيد فيها هيقل؟ احنا طبعا بنقول ان سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط كانت الفترة اللي فاتت درجات الحرارة فيها ما بين 29 و31 درجة، خلال هذه الايام مع ارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة تتراوح ما بين 32 و33 درجة. بالنسبة للقاهرة والوجه البحري ما بين 37 و38 درجة، احيانا محافظات شمال الصعيد بترتفع الى 39 و40 درجه، جنوب الصعيد هو اللي بيتجاوز ال 40 درجه وبيصل الى 45 درجه، وده طبعا خلال النص الاول من الاسبوع. النص الثاني من الاسبوع تبدا الدرجتين اللي ارتفعوا تبدا تنخفض مره اخرى، وتعود درجات الحراره الى 30 على السواحل الشماليه، وما بين 35 و36 على القاهره باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه.